مولانا بيبنوا بلدنا عايزين مصر تقوم وتعدي وسط الصخر بينحتوا فيه فيهم روح وعزيمة وتحدي لما بيزرع وسط الصحراء شايف بكرة مليان خير عايز يبني بيده يصنع أصل دي مصر وخيرها كتير نبدأ بس الأول وإحنا هنبقى معاك من كل مكان قوم ونحدى صروفك يلا لازم تبقى من الجدعان لازم تبقى من الجدعان لازم تبقى من الجدعان اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج الجدعان. حضراتكم اسمحوا لي النهارده في بدايه حلقتنا اكلمكم عن مشروع مستقبل مصر العظيم. هذا المشروع يعتبر من اكبر مشروعاتنا الزراعيه حاليا، بل هو الاضخم على الاطلاق بمساحه 1,000,000 فدان. ده مخطط ليه خلال السنوات اللي جايه. خلي بال حضراتكم ان هذا المشروع يقع على بعد 30 كيلو من مدينه الشيخ زايد على طريق الضبعة، وبطول 100 كيلو على طريق الضبعة وبعمق الصحراء الغربية. وما تنسوش أن هذا المشروع تحديدا أيضا يقع في قلب الدلتا الجديدة. الدلتا الجديدة كلها مساحتها 2.2 مليون فدان، لما يكون مستقبل مصر لوحده بيتزرع فيه 1,000,000 فدان. إذن يمكن أن نحدد مدى قيمة وقامة هذا المشروع في تحقيق الأمن الغذائي المصري. وبالمناسبة النهاردة في حوالي 200,000 فدان تم زراعتهم فعليا في مشروع مستقبل مصر في هذا الموقع الفريد جدا، وفي 150,000 فدان داخلين الزراعة قبل نهاية هذا العام، يعني قبل نهاية ديسمبر 2021 هيكون هذا المشروع قد تم زراعة 350,000 فدان. هذا الموسم تحديدا الموسم الشتوي المقبل هنزرع حوالي 70,000 فدان من القمح كتلة واحدة، هنزرع حوالي 60,000 فدان من بنجر سكر، وهناك توجه من الدولة لإنشاء مصنع لبنجر سكر في قلب هذه المنطقة. خلي بال حضراتكم هذا المشروع تم اعتماده في رئاسة الجمهورية، وهي معلومات مؤكدة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي كأحد أهم المشروعات الزراعية التي تضمن الأمن الغذائي المصري. كمان عندنا 30,000 فدان هيتم زراعتها بالذرة الصفراء، وما أحوجنا لهذه المساحات. كمان عندنا بطاطس شتوية في مساحات ضخمة لن تقل عن 15,000 فدان. كمان عندنا محاصيل خضر وفاكهة. هذا المشروع هو أمل مصر لتحقيق الأمن الغذائي، وتم منح صلاحيات واسعة لكل قيادات مشروع مستقبل مصر لاستغلال أصول الدولة الاستغلال الأمثل. يعني أرض مصر مش هنسمح لأي متقاعس أنه يستمر فيها أو يتاجر في أرض الدولة. مشروع مستقبل مصر أنا فخور أن أنا بتكلم عنه، لأنه أحد المشروعات اللي نجحت وبدأت مع بداية برنامج الجدعان، وكنا شهود على النهضة اللي شهدها هذا البرنامج. لكن بجد في آخر 3 سنين حصلت طفرة غير متوقعة في هذا المشروع، وطبعا ده بفضل دعم سياسي هائل لهذا المشروع. في بعد نظر في الدولة بيقول لازم نأمن غذائنا، وهذا هو ما تحقق بالفعل. مصر النهاردة مطلوب منها توفر كميات كبيرة من القمح، توفر كميات كبيرة من الذرة الصفراء، توفر كميات كبيرة من بنجر السكر. ده أمن غذائي يا أخوانا، واللي يقدر على كده هو مشروع بحجم مستقبل مصر. احنا بنتكلم في 1,000,000 فدان ستزرع في مصر خلال 3 إلى 4 سنين، وأنا أتحدى أنه لن يتجاوز 2 إلى 2.5، وستكون هذه المساحة بالكامل قد تم زراعتها. أنا بروح هناك وبشوف حجم الإنجاز في أرض مستقبل مصر. هو بالفعل مستقبل مصر الزراعي، هو مستقبل الأمن الغذائي لمئة مليون مصري. إحنا بقينا 102 مليون نسمة. خليكم معانا عشان نشوف فقراتنا إيه النهاردة في برنامج الجدعان. تشاهدون في حلقة اليوم: فريق الجدعان شاهد على منظومة التطوير الكبرى لفروع البنك الأهلي المصري على مستوى الجمهورية، والتي تشمل تطوير الفروع والخدمات المصرفية وتدريب وتأهيل العاملين وافتتاح فروع جديدة في كل المدن الجديدة، وذلك خلال جولة حصرية في المنوفية
وطنطا مع السيد أيمن جمجوم رئيس مجموعة الفروع بالبنك الأهلي المصري. فريق الجدعان يشارك الفائزين بأراضي بئر العبد وربعة في سيناء فرحتهم بصدور قرار جمهوري بنقل التخصيص لأراضيهم من هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية بهدف استكمال بنيتها القومية والأساسية. دلوقتي هناخد حضراتكم في زيارة إلى محافظة المنوفية، هنشوف أحدث فروع البنك الأهلي المصري. طبعا الفروع بأكملها مطورة وتتماشى مع تكلفات البنك المركزي المصري بتحقيق الشمول المالي، وكان معانا في هذه الزيارة السيد أيمن جمجوم رئيس مجموعة الفروع بالبنك الأهلي المصري. خليكم معانا. البنك الأهلي المصري أضخم بنوكنا الوطنية، حالياً بينفذ أكبر خطة في تاريخه لافتتاح سلسلة فروع جديدة مطورة بمعدل فرع وربع كل أسبوع، وتطوير القائم فعلياً وتحديثه وتزويده بأحدث النظم المصرفية. يعني بننشئ فروع جديدة ونطور اللي في الأساس متطور، لأن حركة التحديث مستمرة على مستوى الفروع البالغ عددها حوالي 600 منشأة على مستوى الجمهورية لغاية النهاردة. وطبعا الهدف هو تقديم خدمات مصرفية على أعلى مستوى لحوالي 17 مليون عميل للبنك الأهلي المصري، من إجمالي 25 مليون عميل لغاية النهاردة للقطاع المصرفي المصري. ولأن أساس التطوير هو العنصر البشري، جميع العاملين في فروع البنك الأهلي المصري وعددهم 17 ألف موظف خضعوا لتدريبات عظيمة ومكثفة على الخدمات المصرفية الجديدة. وخلي بال حضراتكم، فروع كتير للبنك الأهلي المصري بيديرها عدد من الشباب المتخصصين اللي يفرحوا بجد، من أول مدير الفروع مروراً بالاستقبال وخدمة العملاء وانتهاءاً بالموظفين اللي بيتعاملوا مباشرةً مع عملاء البنك الأهلي المصري. الجدعان كان شاهد على افتتاح أحدث الفروع الإلكترونية المطورة في المنوفية بالبر الشرقي في شبين الكوم مع السيد أيمن جمجوم رئيس مجموعة الفروع بالبنك الأهلي المصري. وبجد الديكورات مميزة والألوان مريحة والمساحة مهولة والاحتياطات مشددة لمواجهة ومحاصرة فيروس الكورونا ومنع انتشاره، والخدمات المصرفية متعددة ومتميزة وعلى أعلى مستوى بهدف تنفيذ تكلفات البنك المركزي المصري بتحقيق الشمول المالي. تعالوا في البداية نقابل السيد أيمن جمجوم رئيس مجموعة الفروع بالبنك الأهلي المصري، وبعدها نقابل ولادنا من قيادات أحدث فروع البنك الأهلي المصري فرع البر الشرقي في شبين الكوم بالمنوفية. فرع روعة، الشباب كلهم أوائل كليات، شباب صغيرين، مدير الفرع 34 سنة، حاجة تفرح. التطوير قايم على أي أسس وضوابط؟ المشوار ابتدى من 2008-2009، التطور وخطة التطوير ولغاية النهاردة ماشية بخطى ثابتة، ودي هتستمر، لأنه خلينا نقول الحاجة الوحيدة الثابتة هو التغيير. ما تقول لنا بالأرقام، عندنا كم فرع النهاردة وكم فرع بيتطور وكم فرع جاري تطويره؟ احنا 17 مليون عميل، وصلنا 5000 مكنة ATM، وصلنا 300 ألف مكنة POS أو نقطة بيع مباشر، عندنا 6 مليون مشترك في الأهلي نت، عندنا 1.7 مليون محفظة إلكترونية. عندنا بنفتح في السنة من 55 ل60 فرع، وعندنا خطة توسعية ان احنا الستين فرع دول يوصلوا ل75، لان الانتشار بالفروع لن يتوقف. فانا لازم النهاردة اتواجد بفرع يبقى فيه موظفين مؤهلين ومدربين على اعلى مستوى، انهم يستوعبوا المواطن بجميع شرايحه، بحيث ان انا ااهله انه يبتدي يتعامل مع هذه القنوات، فبالتالي ابقى كسبته في الشمول المالي ودخلته تحول رقمي. خلال لقائنا مع السيد ايمن جمجوم رئيس مجموعه الفروع بالبنك الاهلي المصري، اتكلمنا عن محفظه البنك من قروض المشروعات الصغيره والمتوسطه للقطاعات المتخصصه في اخر 5 شهور، يعني بدايه من النص الثاني لعام 2021،
وقال إنها بلغت 8 مليارات جنيه لحوالي 11 ألف عميل، وخاصة في القطاع الزراعي والإنتاج الحيواني. وفوجئ وهو بيراجع الأرقام في اليوم اللي قبل اللقاء مباشرة لغاية اللحظة اللي احنا كنا قدام حضراتكم فيها، إنها زادت 200 مليون جنيه، يعني الإجمالي ارتفع ل 8 مليار و 200 مليون جنيه في أقل من 24 ساعة. وخلي بال حضراتكم دورة المنح لا تتجاوز أسبوع واحد. ليه فكر الشمول المالي؟ عشان ما حدش يقاومه. احنا محتاجين المواطن يفهم، عشان ما يقولش لا ده عايزين يعرفوا عني كل حاجة، ده عايزين يخلوا حساباتي كلها جوه. يا سيدي احنا عايزين نساعدك، عايزين نخدمك، لازم نشوفك عشان نعرف تخدمك. كل فرد في المجتمع بيخش جوه المنظومة المصرفية له تأثير مباشر على الاقتصاد القومي. صحيح. لأن النهاردة لما بنقول إن جوه المنظومة الرسمية 7 تريليون هو الدخل القومي، النهاردة في زيهم الاقتصاد الموازي حوالي 7 تريليون تاني، شيء مهول. كل دول بيتعاملوا خارج المنظومة المصرفية، فلك أن تتخيل إن 7 تريليون دول لو دخلوا جوه المنظومة المصرفية إزاي هتأثر في دعم الاقتصاد وفي دعم التنمية أو مرحلة التنمية اللي احنا شغالين فيهم بمساعدتهم هم. لأن أنا لما النهاردة بيأهل نفسه ويخش جوه، أنا ك ك ك ك كبنك أنا بدعم كل مشروع قائم سواء معدل الدوران فيه 1000 جنيه في الشهر. يعني كان الأول احنا بندعم ده من خلال الجمعيات، احنا عملنا منظومة اسمها البيزنس بانكينج. البيزنس بانكينج بالعربي يعني مشروع تمويل الأعمال. مشروع تمويل الأعمال ده احنا بناخد العميل سواء عميل صغير، مشروع جديد لسه بيبدأ، شاب من الشباب عنده فكرة، بناخد هذه الشريحة نبتدي ندعمها، بنراقبها وبنتابعها وبنحاول نركبها جوه المنظومة السلسلة نفسها بتاعت الأعمال. فبيبتدي صغير ويبتدي نضيف عليه شوية بشوية لغاية ما بيكبر. وفي النهاردة خلينا نقول بيخش الفروع، وناس دخلت الفروع من 3-4 سنين أو دخلت المنظومة الائتمانية صغيرة، النهاردة احنا ما شاء الله بنتكلم عندهم مصانع. على فكرة البنك الأهلي المصري متواجد في العديد من دول العالم لخدمة المصريين زي أثيوبيا والسودان والإمارات والصين وكمان أمريكا وإنجلترا والسعودية وجنوب أفريقيا وغيرها من دول العالم. قبل ما نتنقل لطنطا، المدن الجديدة اللي الدولة بتنشئها وأعظمها طبعا العاصمة الإدارية الجديدة، بنفكر في إنشاء كم فرع في هذه المدن؟ خليني أقول لسيادتك إن إحنا النهاردة بالفعل عندنا 3 فروع أصلا خلاص في العاصمة. في العاصمة الإدارية، والمبنى الرئيسي ده غير المركز الرئيسي، وشغالين في زيادة لأنه مفيش مدينة جديدة النهاردة بتنشأ غير لازم يبقى البنك الأهلي جزء من هذا التمويل. الحاجة التانية كمان، إحنا أي مجمع النهاردة بيتفتح في أي محافظة أو في أي قرية أو في أي مركز إحنا بناخد وحدة فيه. إحنا عددنا كام كموارد بشرية داخل أفرع البنك الأهلي؟ جوه الآن حوالي 17 ألف موظف. ده جيش، إحنا بنتكلم في 17 ألف واحد بيخدموا المواطن مباشرة، من إجمالي 30 ألف موجودين في البنك الأهلي. ال 17 ألف دول الخط الأمامي اللي موجودين في الفروع. صحيح. إنما الكيان كامل أكتر من 30 ألف موظف بيخدموا عملاء البنك الأهلي. ال 17 ألف دول بدون مقاطعتك هيبقوا وراء الحاجز بتاع الكورونا ده للأبد، مش كده برضو؟ ده بقى الفروع بقت دايما تراعي للأبد أزمة الكورونا. مظبوط. بقت دايما في التصميم. مظبوط. هو خلينا نقول هو الجيش المصرفي الأول في مصر. صحيح. لما بقول عليهم جبابرة الموظفين اللي في الفروع، ده حقيقي هم جبابرة ولهم كل التقدير والاحترام لما يقوموا به من دور إعجازي في أحلك الظروف. النهاردة لما تشوف التنمية اللي حصلت في المحافظ، احنا من 2 سنين قبل الجائحة كنا بنتكلم في حوالي 70 مليار المحفظة، في 2 سنين جائحة كورونا زدنا أكثر من الضعف من المحفظة في التجزئة. على فكرة بالأرقام البنك الأهلي المصري بيطور كل سنة ما بين 25 ل30 فرع، ويفتتح ما بين 60 ل65 فرع جديد تماما. دلوقتي هنتعرف من السيد أيمن جمجوم رئيس مجموعة الفروع بالبنك الأهلي المصري على ضوابط واشتراطات افتتاح الفروع الجديدة. حضرتك الخطة اللي انت ملتزم بيها إنشاء ما يقرب من 75 فرع سنويا عشان نغطي الطلب والاحتياج عند المواطن لفروع البنك الأهلي المصري.
طيب شروطك ايه في الفروع دي؟ احنا عشان البنك الاهلي برضو ما بنقدرش ناخد اقل من مساحات 700 متر، ده في العادي 700 متر واكتر، انما ممكن في المولات، في الاندية، في الفنادق بناخد مساحات اقل، ممكن تبقى 200-250. اهم حاجة طبعا كمان الترخيص يبقى مظبوط، يبقى المستندات كلها بتاعت الملكية، كل ده بيتبص يعني له. مرخص بنوك؟ مش لازم بنوك، مرخص تجاري. انا بس حرك لي الاسئله دي، لان حلم اي مطور عقاري ان يبقى تحت الكيان بتاعه بنك طبعا. بيرفع اسعار الوحدات بتاعته، بيخلي المكان شكله حلو وعليه رجل كتير. خلينا نتكلم بكل وضوح، وده شيء مهم. والبنك الاهلي تحديدا خلينا نقول 17 مليون واحد هيدخل يعني انا بقول لسيادتك صدقني النهارده احنا بيبقى في فرع زحمه، بنفتح فرع جنبه نتيجة الزحام اللي موجود عشان نخف الضغط على الفرع ده. هو 3-4 شهور تلاقي الفرعين بقوا زحمة. صحيح. ثقة الناس في البنك. ثقة الناس في البنك الأهلي. ورا هذه بقى المنظومة اللي احنا بنشوفها وهذا الجيش المصرفي العظيم، قطاع الموارد البشرية اللي بيقوم بدور كبير جدا ومجهود عظيم جدا في سبيل انه يعين شباب مؤهلين وخريجين من الجامعات المختلفة، انه يأهلهم ويديهم التدريب المحترم والكافي انهم يقوموا بالدور ده. تعالوا بقى نقابل محمود فهمي، 33 سنة، مدير فرع البر الشرقي في شبين الكوم بالمنوفية. هو حاصل على بكالوريوس تجارة انجليزي من جامعة المنوفية وماجستير في إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري سنة 2019. الفرع ده جديد، المفروض ان هو فرع مطور. ايه الفرق بينه وبين اي فرع موجود في شبين الكوم على سبيل المثال؟ احنا عندنا حوالي 5 فروع هنا. ايه الفرق بينه وبين اي فرع اخر قادم للتطوير؟ المساحات هنا بقت تعاد ترتيب الفروع بشكل العميل ياخد الخدمة بتاعه بطريقة اسرع واسهل. فضلا ان في نقطة مهمة في الفرع الجديد وفي كل الفروع المطورة بتاعتنا، ليها اماكن وليها شبابيك وليها مكاتب خاصة بذوي الهمم والقدرات الخاصة، بحيث نشجع الشريحة دي كمان نتيجة البنك وتاخد كل معاملاتها من البنك زي كل عمر. ازاي تم تدريبنا؟ انا مش عايز تطوير في المباني رغم العظمة اللي انتوا عاملينها، ولكن العقول، الخدمات المقدمة، حديث مع العميل، لازم كل ده يختلف. كل الزملاء في كل الاقسام بلا استثناء بيخضعوا لدورات تدريبية متخصصة، كلهم في تخصصه، فضلا عن كتير من الدورات التدريبية لتطوير السمات الشخصية، للقدرة على استيعاب العميل، تأدية الخدمة بشكل احترافي، تقديم جودة ودقة عالية في تنفيذ الأعمال وفي توقيتات معيارية سليمة. اللي قدام حضراتكم دي هي ميرنا البحيري، مسؤولة الاستقبال في الفرع الجديد، وهي اتخرجت في تجارة انجليزي دفعة 2019 وكانت الأولى على دفعتها، ما شاء الله عليها، ركزوا معها. حضرتك مسؤولة الاستقبال، يعني ايه؟ وضح لنا دورنا ايه تحديدا. هو انا الواجهة بالنسبة للبنك او للفرع بالاخص، مسؤوليتي ان انا اوجه العميل لو في حاجة مثلا هو مش عارف بتتعمل فين او ايه القسم المختص، اوجه العميل لده، بخلق احتياج للعميل متاح له ان هو يقدم الخدمة او يعمل الخدمة بنفسه ببدائل رقمية، منتجات رقمية زي الاهلي نت، الفون كاش. دلوقتي عميل ممكن يبقى داخل عندي يستلم مثلا ديبت كارد، عايز يعمل شهادة، محتاج ان انا ادخله خدمة عملاء، فلا انا بشوف لو عنده بديل زي الاهلي نت، لا انا ممكن اساعد حضرتك باستخدام اليوزر والباسورد اللي هو بيكون عارفه، ان انا اوجهه ازاي يستخدم الموبايل في ان هو يعمل شهادة او يسترد شهادة. ممتاز. فده بيساعد معاه ان هو بعد كده بيعمل كل الخدمات بتاعته وهو قاعد في البيت. دلوقتي هنقابل سلمى عمرو شرف، مسؤول خدمة العملاء في فرع البر الشرقي، وهي حاصلة على دبلوم في الاقتصاد والموارد المالية. الفروع بحسابات كده بسيطة بتستقبل يوميا من 350 ل 400 عميل، ايام الحد ممكن تعدي ال 500 حد الخميس. صح كده؟ بنتعامل ازاي مع هذه الاعداد؟ طبعا بنتعامل بكل احترافية وتقدير برضو للعميل اللي موجود، برضو العميل فيه وقت معين ما بيتعدهوش. طبعا احنا حاليا كمشرفة خدمة عملاء بتوجه للصالة اي عميل مثلا، بنشوف برضو هو ايه الطلب بتاعه، لو ممكن نخلصه له مثلا نتوجه برضو للقسم اللي هو هيتعامل معاه، نشوف ممكن يخلصه ازاي بسرعة، ممكن نزيد وعيه في ان احنا نعرفه انه هو مثلا لو هو في طلب ممكن يخلصه من خلال الابليكيشنز بتاعتنا. ما تزودي معرفتنا احنا بالخدمات الالكترونية دي. طبعا. يعني ايه خدمة الفون كاش؟ ايه خدمة الموبايل ابليكيشن؟ احكي لنا. الفون كاش دي محفظة على الموبايل بتاع حضرتك، تربط عليه اي عدد من الكروت انت عايزها، ممكن تشحن بيها الموبايل، تدفع بيها فواتير الكهرباء، المياه، الغاز، تحجز بيها تكتات طيران واتوبيس، جو باص، كلام من ده، تحول بيها رصيد لاي محفظة على مستوى
يعني مستوى البنوك والشركات الاتصالات بتسهل على اي حد ان هو يتعامل في ويشتري بيها، يتعامل في اي امور ماليه اللي عايز يحول لابنه لاي حد معوش كروت او كلام من ده. في برضو الموبايل ابلكيشن لعملاء البنك، ده ممكن يستفسر على الارصده بتاعته ويعمل كشوفات حساب، ممكن يحصل منها شيكات، ممكن يستعمل اي حاجه وعايزها، يحول من حسابه لحساب اي حد تاني، يشتري شهادات كانه جوه البنك بالظبط. تعالوا بقى نقابل محمد قابل، مسؤول قطاع الائتمان بفرع البنك الاهلي في البر الشرقي بشبين الكوم، يعني المتخصص في اعداد ملفات المشروعات الصغيره والمتوسطه. 100 مليار جنيه مساهمه في المشروعات الصغيره والمتوسطه اجراد لتنميه هذه المشروعات. حظك ان احنا فرع جديد لسه منشا حديثا، وبالتالي اصحاب المشروعات مش عارفينه، وبالتالي انت محتاج تتحرك عشان تقول لنا احنا فرع جديد ونقدر نساعدك ازاي ونخدمك كصاحب مشروع. منزل زيارات لمصانع، لمزارع بالفعل، مزارع دواجن، لمزارع اضرار البان، مصانع المنطقه الصناعيه، مصانع عندنا مدينه، عندنا مدينه السادات بنزلها فعلا زيارات، بعرض عليها منتجاتنا، اشوف العميل محتاج ايه، اقعد ادردش معاه، اشوف دوره نشاطه ايه وبناء عليها بحدد تمويله ايه واشوف احتياجاته ايه. والفتره الاخيره البنك ادانا منتج جديد اسمه البيزنس بانكينج، حاجه محترمه جدا، نزل لنا منه 13 او 14 برنامج بنبسط فيهم الاجراءات بشكل مش طبيعي، سرعه في الاداء وانجاز جدا في الوقت. دوره عمل المنتج ده من ساعه ما العميل يجي هنا البنك وانزل له استعلام واخد القرار الائتماني وانزل له الفلوس، الموضوع ده كله بيستغرق من 5 أيام لـ8 أيام عمل. فتحنا سقف التعاملات بدون تراخيص، وممكن العميل لما يجيب لي بعد كده جواب مثلا ان هو جاري في اجراءات الترخيص اقدر افتح معاه سقف التمويل. العميل مثلا لو جاب لي الرخصه نفسها اقدر افتح معاه سقف التمويل لحد 2 مليون ولحد 5 مليون. خطه البنك الاهلي المصري للتوسع في انشاء الفروع الجديده وتطوير القائم وتحديثه نموذجيه، وخصوصا ان جهود الدوله في تحقيق الشمول المالي معناها عملاء جدد للقطاع المصرفي، يعني لو النهارده بنتكلم في 25 مليون عميل ممكن يبقوا بكره 30 ولا 35 مليون عميل، يعني محتاجين ضعف عدد الفروع الحالية للبنوك على الأقل. تشاهدون بعد قليل فريق الجدعان يشارك الفائزين بأراضي بئر العبد وربعة في سيناء فرحتهم بصدور قرار جمهوري بنقل التخصيص لأراضيهم من هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية بهدف استكمال بنيتها القومية والأساسية. صدر القرار الجمهوري بإعادة تخصيص مساحة 89,960 فدان إلى الجهة القادرة بالفعل على أعمال استصلاحها واستزراعها في قلب سيناء، وتحديداً في بئر العبد وربعة بشمال سيناء، وذلك نقلاً عن أراضي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. هذا القرار الجمهوري أسعد مئات المزارعين الحاصلين أو الفائزين بأراضي بئر العبد وربعة في مزادات أعوام 2017 و2018، بقالهم 4 سنين مستنيين استلام الأراضي، والحلم أوشك أن يتحقق، وتنفيذ تكلفات الرئيس أصبحت واجبة. المزارع الصغير مش هيقدر على استكمال البنية الأساسية والقومية، لكن إحنا هنقدر، هكذا قال الرئيس. خليكم معنا. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، صدر القرار الجمهوري بإعادة تخصيص قطعتين من المساحات المملوكة للدولة بمناطق ربعة وبئر العبد بإجمالي 89,960 فدان تقريباً لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع، نقلاً من الأراضي المخصصة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وطبعاً ده لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي أكد فيها ضرورة تسليم الأراضي للمزارعين كملت البنية الأساسية تصرفاتها القانونية. قرار إعادة التخصيص للأراضي اللي بتملكها الدولة ما قربش من التصرفات السابقة في الأراضي داخل نطاق إحداثيات القرار الجمهوري، وخصوصا مع التأكيد الدائم للدكتور محمد الشحات رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إن المراكز القانونية للفائزين بالأراضي لا يمكن المساس بيها أو إجبارهم على استبدالها، وطبعا كان يقصد الفائزين بمزادات
2017 و2018 بمناطق بئر العبد وربع، وباعت فيها الهيئة مساحة 12664 فدان لحوالي 1000 مزارع كأراضي مستصلحة. قبل واحدة اللي عايز ينقل هننقله؟ أفضل تحت أمره. واللي عايز يفضل في مكانه؟ خليه مكانه. طب النهاردة قال لك طب يا دكتور نعمل الاستفتاء في العلن، يا جماعة مين الموافق ينقل أرضه؟ محدش رد. يا جماعة مين اللي عايز يفضل في أرضه؟ كل الناس رفعت إيديها. لن نجبر احد انه يسيب ارضه، لن نجبر احد انه ينقل او لا اطلاق ليس ده مرفوض طبعا. حضرتك انت دي حاجه شخصيه، ده راجل متعاقد معانا ومتعاقد مع الدوله واحنا بنحترم التعاقد الدولي. المزارعين فرحانين بالقرار الجمهوري لان معناه استكمال اعمال البنيه القوميه والاساسيه لاراضي بئر العبد وربع اللي بقالهم 4 سنين مستنيين استكمالها وفقا لشروط التعاقد مع الهيئه العامه لمشروعات التعمير والتنميه الزراعيه في اعوام 2017 و2018، يعني طرق ومياه للري وكهرباء، لأن تعاقدهم مع الهيئة كان إنها أراضي مستصلحة مش بور، ونقل الاختصاص هدفه تنفيذ توجيهات رئاسية برفع الأعباء عن كاهل المزارعين في البنية الأساسية والقومية. قابلنا أعضاء اللجنة الدائمة اللي شكلها المزارعين اللي فازوا بمزادات أراضي بئر العبد وربع أعوام 2017 و2018 وشملهم قرار نقل الاختصاص، وكانت المفاجأة منح رئاسة الاجتماع للسيدة ناهد عبد الحفيظ اللي هتتنقل ببناتها من محافظة الشرقية للحياة في سيناء. تعالوا نقابلها في البداية. حاجة ناهد عبد الحفيظ، تقريبا أول مرة أشوفك تحكي النهاردة. طبعا صح؟ عايز أسمعك تعليق على قرار الصدر اللي نقل الاختصاص من هيئة التعمير والتنمية الزراعية. هيئة التعمير احنا عشنا معها 4 سنين عذاب. أنا واحدة من الناس يعني عشت، حتى لو أنا مشيت لوحدي مش مع مجموعة من الناس اللي بتعذبوا زيي، وروح نقف على أبواب المسؤولين مش بنلاقي غير الرفض. دون أرض مفيهاش أي حياة، مفيهاش أي حاجة، ما هو سير مترمية. وبعد كده يقولنا ده أنتوا ما عندكوش جدية، ده احنا هنطالبكم بأقساط، ده احنا هنسحب منكم الأرض. طبعا القرار طلع بالنسبة لنا إعجاز، وطبعا احنا متعودين من الرئيس دايما الانصاف على فكرة. فأكتر من لقاء ذكر انه عايز يعمر سينا، وان الفلاح البسيط اللي راح سينا ده ما يقدرش لوحدي. طبعا انا كواحدة ست مكرسة حياتي لبناتي، عايزة اوصل بيهم لأعلى مكانة في المجتمع، ودي كله نجاح للمجتمع لما يبقى كل افراد يروحوا معاك سينا، يقعدوا معاك في سينا هناك، يروحوا معايا سينا. هي سينا مش بلدنا؟ طبعا سينا بلدنا، والامل كله في سينا. اراضي بئر العبد وربع مساحتها 12664 فدان، وبجد اللي يزورها في سينا يندهش. ترعه السلام الميه فيها هتفيض على الجنبين ومش لاقيه ارض ترويها، رغم ان الهيئه العامه لمشروعات التعمير والتنميه الزراعيه كانت قسمت الاراضي القطع بمساحه 20 فدان للقطعه الواحده في بئر العبد، وبعتها تمليك مستصلحة بمتوسط سعر 100,000 جنيه للفدان. وفي ربعة خصصت الأراضي حق انتفاع بسعر 6,500 جنيه سنويا للفدان، وما استكملتش البنية الأساسية للمشاريع سواء في بئر العبد أو ربعة. دلوقتي تعالوا نقابل أحمد نصر مؤسس لجنة مزارعي أراضي بئر العبد وربعة. ركزوا معاه. أنا عايز بحرك دلوقتي يا أستاذ أحمد تقول لي إيه الموقف، عايزك تقول لي إحنا الناس شايفة القرار الجمهوري إزاي، أروه إزاي. قرار رئيس الجمهورية ده هو بداية لتعديل المسار من هيئة التعمير إلى هيئة وطنية قوية قادرة على تنفيذ المشروعات الكبرى وإنفاذها في وقت وزمني قصير ومحدد. والسوابق كلها بتقول إن كل الأعمال اللي أسندت إلى هذه الهيئة دائما ما كانت ناجحة، ودائما ما كانت بتحقق المردود بتاعها من التنمية. صحيح. القرار كان له صدى وله تأثير كبير جدا عند الناس كلها. ناس مبسوطة مرتاحة، أنا شايف النهاردة الناس غير كل مرة. الناس النهاردة اتبسطت جدا بقرار رئيس الجمهورية، شايفة إن هو نقلة لشكل التنمية ونقلة حقيقية لتحقيق التنمية في وقت زمني قصير. احنا بقالنا سنين بنتكلم مع هيئة التعمير وبنتواصل مع هيئة التعمير ولكن دون جدوى. النهاردة إن شاء الله نأمل إن خلال فترة بسيطة هيتم تحقيق تعليمات رئيس الجمهورية اللي أمر بيها من فترة
بسرعة استصلاح الأراضي، بسرعة توصيل الطرق والكهرباء والمية، واستصلاح الأرض تسهيلا على الناس. دلوقتي معادنا مع حسين صادق المحامي بالنقد والمستشار القانوني لعدد كبير من الفائزين بأراضي بئر العبد وربعة عمرها ما مست التصرفات السابقة لتاريخ صدورها. حضرتك محامي في النقد، تمام، محتاجين شرح للقرار الجمهوري اللي صدر بخصوص نزع أو نقل اختصاص ملكية هذه الأراضي من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. القرار رقم 530 سنة 2021 صدر من السيد رئيس الجمهورية بنقل اختصاص الأراضي المعنية بهذا القرار من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إلى جهة وطنية أخرى أكثر قدرة على تنفيذ هذا المشروع التنموي الضخم. وأنا عايز أوضح حاجة كمان يا فندم، إن القرار الأخير اللي صدر بنقل الاختصاص ده مش أول قرار يصدر بشأن هذه الأراضي وغيرها. الجهة اللي كانت مختصة قبل الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية كانت وزارة الزراعة، وده كان وفقا للقرار رقم 273 لسنة 2006 واللي نقل الاختصاص فيه لوزارة الموارد المائية والري. وقبلها كان في القرار رقم 24 لسنة 2002 واللي كان جعل الاختصاص للشركة القابضة لتنمية شمال سيناء. وقبلها في سنة 94 كان في القرار رقم 103 واللي أسند الاختصاص فيه للجهاز التنفيذي لمشروع تنمية منطقة شبه جزيرة سيناء. اللي عايز أقوله يا فندم هي رسالة طمأنة لكل الملاك والمنتفعين إن قانونا نقل الاختصاص لجهة أخرى لا يلغي تماما التعاقدات والتصرفات التي صدرت من الجهة السابقة. يعني حضرتك في كل القرارات اللي صدرت دي الحاجة ذكرتها دلوقتي اللي فيها نقل اختصاص، نقل ولاية، أيوه، نقل تبعية، أيوه، ما حصلش أي ما حصلش أي نقل يا فندم بالتصرفات اللي تمت على الأرض أو العقود اللي تم التصرف فيها. 1994 لما كانت الجهة المختصة هي الجهاز التنفيذي لمشروع تنمية منطقة شبه جزيرة سيناء صدر منها تصرفات للأفراد. بعد كده كان في الشركة القابضة لتنمية شمال سيناء لم تمس هذه التصرفات تماما، والجهتين دول لما تصرفوا وكانت أيلولة الاختصاص بعد كده لوزارة الموارد المائية والري لم تمس التصرفات. وبرضه نفس الأمر بالنسبة للقرار الأخير اللي صادر من السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. القرار ده في طياته بيحمل طمأنة للناس إن مفيش أي مساس بتعاقداتكم، مفيش أي مساس بالبنود والشروط اللي انتوا بناء عليها اشتريتم أو وقعتوا عقود حق الانتفاع. تعالوا بقى نقابل مجموعة من المنتفعين والفائزين بأراضي بئر العبد وربعة في سيناء ونتعرف على وجهة نظرهم. سألك سؤال. اتفضل حضرتك. لوحدك هل كنت تقدر توصل البنية من أول ترعة السلام لغاية أرضك الحبيسة جوه بسبب خطأ في هيئة التعمير في توزيع الأراضي وتقسيمها، كنت تقدر توصل البنية لغاية أرضك؟ لا، احنا طبعا غير قادرين ان احنا نوصل بنية او اي شيء للأراضي دي، خاصة ان احنا شاريين الأرض دي على ان هي مستصلحة كما هو مذكور في نص العقد اللي معانا، واحنا سددنا وجملة بجميع الالتزامات اللي هي مطلوبة مننا قانونا في نص العقد، ودفعنا كمان 450 جنيه نظير صيانة روافع والمياه والمحطات المياه اللي هتضخنا المية للأرض اللي هي لسه ما خلصتش مع ان احنا دافعين حساب سنة مقدم وإلى الآن لم تبدأ أي مياه للأرض ولا أي شيء ولا طرق ولا أي شيء. حاج مصطفى علي كريمة، كنت زعلان قوي في آخر اجتماعات اللجنة، صح كده؟ صح. دي لجنة الفائزين بأراضي بئر العبد وربعة. أيوة. النهاردة بتضحك ومرتاح. أنا عاوز أقول للرئيس دي. بعد إذن حضرتك. ها. يا فرحة ملت قلوبنا وغمرت بيوتنا، لك مني كل تقدير، لك مني كل شكر وإعزاز وتجلال وتقدير يا رئيس. إحنا معاك. محتاجين ايه بقى؟ لينا طلب واحد بس، البنية الأساسية يا ريس. عاوزين نروح سينا ونموت في سينا ونعمر في سينا، دي دوري في الحياة اللي ربنا أمرنا بيه، إعمار الأرض. ربنا خلق الناس لإعمار الأرض مش لفسادها وخرابها. وبشكرك يا ريس وكمل جميلك معانا. ملاحظ إن أرضك حبيسة، بتدخلها إزاي؟ أرض حبيسة طبعا بنخش لها بحوالي 500 متر بنخشها على رجلين. قطع حبيسة، هل أنت من وجهة نظرك ممكن نعمل لها طرق بالتوافق ما بين حضرتك ما بين جيرانك بحيث ان احنا نطلع بره يبقى لا طبعا أعمل. مستحيل لازما الطرق تتعمل اهالي او ملاك، مستحيل نعدي من قلب الارض الناس. يعني الدوله هي اللي تعملها وتنفذها بمعرفتها وتقول لكل واحد دي حدودك وده حدودك وده طريق طبعاً. 8 متر للجميع، صح كده؟ طبعا غير كده ما ينفعش، مستحيل. تا
طيب عشان اوضح حاجه برضو للناس، ان الاراضي بتاعه بئر العبد وربع كانت متقسمه بمساحات 500 فدان للقطعه الواحده، وكانت مطروحه للمستثمرين. بعد كده تم تعديل هذا الطرح لقطع 20 فدان. الطرح تم ازاي؟ تم على الورق، وبالتالي ظهرت قطع حبيسه. ده معناه ان الناس اللي هتعمل بنيه لهذا المشروع، وده تحدي عظيم جدا، ده مطلوب منها انها تعمل طرق، توصل كهرباء، توصل طرق، كل ده غير كده ما ينفعش. لازم الجهات المعنية اللي خصصها رئيس الجمهورية بنقل التخصيص هي اللي قادرة على عمل كده. هيئة المشروعات والتعمير والتنمية الزراعية عجزت عن عمل البنية. أستاذ خالد حسن أبو اليزيد، زرناك قبل كده في مزرعتك في الصحراوي، واحدة من أفضل مزارع النخيل البرحي. قمة سعادتي أن حضرتك هتبقى موجود في قلب مزارع ربع وبئر العبد، هننقل خبرات كبيرة جدا في زراعة النخيل. أنا عايز رؤية، هنعمل إيه في أراضي بئر العبد وربعة؟ الحلم قرب. الدولة المتبنية مشروع 1.5 مليون نخلة، إحنا بنوعد القيادة السياسية بزراعة 300,000 نخلة غير 1.5 مليون نخلة اللي الدولة عايز تزرعهم. 300,000 نخلة هيزرعهم صحة قد إيه هناك؟ إحنا عندنا 12,664 فدان. ال 300,000 نخلة دول هنزرعهم صحة قد إيه؟ طبعًا إحنا مستهدفين شمال سيناء عشان عارفين الجو هناك ينفع في زراعة نخيل البرحي. ربعة ولا بئر العبد؟ ربعة وبئر العبد. الاثنين. الاثنين. ممتاز. عارفين القيمة الاقتصادية لو اتزرع نخل برحي هناك هيجي كله في وقت متأخر، دارسين السوق العالمي في النخيل البرحي، وده هيجي فرص تصديرية ممتازة فيها عشان ما فيش حد هينتج في الوقت ده نخيل بلح برحي. فكله مواصفات تصدير ان شاء الله. هجمعنا مقابل من شوية كنت بتوصف لي الموضوع، بتقول لي انا راكب في قطر ما يهمنيش سواء بتاعه سواء يتغير او ما يتغيرش، المهم مين اللي هيوصلني الارضي. ايوه صح كده، صح فهمنا. والله يا استاذ محمد، الارض ما كانتش ملك هيئه التعمير، الارض اصلا ملك الدوله، وكانت ولايه التعمير عن هيئه التعمير عندها الولايه انها تبيع وتتصرف فيه، فكانت بتغلب في التصريح. ما قدرتش تعمل بنيه اساسيه، ما قدرتش تعمل بنيه لان في معوقات عليها وتصريح وحاجات ما تقدرش تعمل. الارض الدوله قادره انها تنفذ، الدوله قادره، فنقلت الارض لجهه وطنيه قادره على تنفيذ دي. صحيح، لان هدفنا الاول هو نفس هدف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، احنا التعمير والتنميه. احنا ناس هدفنا نزرع ارضنا في سين، نزرع ارض في سين، والرئيس هدفه تنميه سين، فالرئيس اختار لنا الوسيله اللي تخلص الموضوع بسرعه وتخلينا نزرع الارضنا بسرعه. هدفنا ان عمرنا ده ننتج فيه حاجه قبل ما يخلص، عمرنا ده مش معانا وقت ما نعوزه هنلاقيه، عمرنا ده بيخلص اليوم اللي بعد ما بيرجعش تاني. اللي قدام حضراتكم ده هو شريف حمدي من جدعان اراضي بئر العبد وربعه، فاز بأراضي التمليك وسعر الفدان في أرضه وصل ل 160 ألف جنيه، وهيقول دلوقتي الخلاصة. تعالوا نقابله. أستاذ شريف حمدي، صدر القرار الجمهوري، هل زورنا هيئة التعمير؟ نشوف ورقنا هيروح ولا لأ؟ ملفاتنا راحت ولا لأ؟ إيه الموقف على الأرض حاليا؟ عملتوا إيه؟ زي ما احنا اتكلمنا قبل كده ان في فرق واضح ما بين اداء القياده السياسيه واداء هيئه التعمير. اداء القياده السياسيه في السنتين ثلاثه الاخرى كان في سيناء تحديدا كان في ميه، كان في ارض، كان في امان، كان في ترع. اداء هيئه التعمير كان في ارض بور، ما فيش بنيه، كان في موظفين من الهيئه، كل نقاشنا على ان الكلمه دي تحمل معنى ان ليكوا البنيه او ملكوش البنيه، فبالتالي ده ادى الى تدهور حاله المشروع بصفه عامه. القرار اللي اصدر دلوقتي معناه حاجه واحده بس، ان القياده السياسيه بتقول ما عندناش وقت نضيعه اكتر من كده، وده هيمكننا ان احنا نزرع في اسرع وقت. اللي احنا طالبينه دلوقتي سرعه دخول البنيه وسرعه دخول جميع المرافق للمشروع عشان نبقى خلف القياده السياسيه على طول. انتهى اجتماع اللجنه اللي بتمثل الفائزين باراضي بئر العبد ربعة في مزادات 2017 و2018، وكانت الحالة المعنوية مرتفعة للجميع لأول مرة من 4 سنين. الكل عنده أمل في انتهاء البنية الأساسية والقومية لمشروع ربعة وبئر العبد. شاهدونا غدا في برنامج الجدعان في السوق العقاري. فريق الجدعان في السوق العقاري يتفقد إنشاءات المرحلة الأولى من مثلث مسبيرو العملاق، واللي مساحته الإجمالية حوالي 72 فدان في قلب القاهرة. فريق الجدعان يكشف أسرار تشغيل المرحلة الأولى من ممشى أهل مصر، واللي فيها محلات تجارية ومناطق ترفيهية لأول مرة بطول كيلو 800 متر على ضفاف النيل. فريق الجدعان في السوق العقاري بيزور النحات المصري إسلام الشرقاوي، واللي اشتهر بتصميمه للتماثيل الضخمة الخاصة بالميادين الكبرى.